الأعزاء في مساق محاسبة التقارير باستخدام الحاسوب، مرحبا بكم. في محاضرتنا هذا اليوم سوف نستكمل ما بدأنا فيه، وسوف نتحدث عن Relevant Range وهو المدى الملائم. بداية، Relevant Range is the band or range of normal activity level or volume in which there is a specific relationship between the level of activity or volume and the cost in acquisition. بداية، لما يجب نحكي عن مدى الملائم هو مدى أو نحكي the band or range من نشاط الطبيعي the normal of activity level أو الحجم، وعندما يكون هناك علاقة محددة ما بين حجم النشاط أو حجم الكمية مع عنصر التكلفة. For example، على سبيل المثال، fixed cost is fixed only in relation to given wide range of total activity or volume at which the company expected to operate and only for a given time span usually a particular budget period. فيجي بقول لي على سبيل المثال التكاليف الثابتة هي تكاليف ثابتة فقط في علاقتها ضمن مدى نجي نحكي عن نشاط معين أو حجم إنتاج معين. ودائما نستذكر بشكل بسيط أن التكاليف الثابتة هي ما بتتغير إلى حد ما. لما أحكي التكاليف الثابتة بمعنى أنا بدفع إيجار مصنع أو بدفع إيجار مستودع. لما أدفع إيجار المستودع وقيمته 10,000 دينار في نهاية كل شهر أو في نهاية كل عام، بهاي الحالة رح تكبد هاي التكاليف وبالتالي يمكن تجنب هاي التكاليف. لكن هاي التكاليف أنتجت أو ما أنتجت راح أظهرها ثابتة إلى حد ما. لكن على سبيل المثال أنا دفعت 10,000 دينار إيجار لمستودع، وبالتالي هذا المستودع بسع كمية معينة، نفترض إنها 5,000 وحدة. أنا قمت بتصنيع خلال تلك الفترة بدل 5,000 هي طاقة المخزن، صنعت على سبيل المثال 8,000 وحدة، وبالتالي أنا بحاجة إلى مخازن. وافترضنا أن التكاليف الثابتة ما بتغير عندي، لكن أنا بالحالة بدي أتوسع، أبي أقوم باستئجار مخزن آخر لحتى أقوم بوضع البضاعة اللي قمت بإنتاجها، وبالتالي راح نلاقي أن التكلفة الثابتة ضمن المدى الأول اختلف عن المدى الثاني، وبالتالي راح نلاقي أن التكاليف زادت. وعلى سبيل المثال معطيني بقولك suppose BMW contracts with Thomas Transport Company TTC to transport XX to BMW dealership. فبيجي بقولك شركة BMW عندها عقد مع شركة Thomas، شركة متخصصة في النقل، عشان يقوموا بنقل سيارات الموديل XX من شركة BMW إلى الموزعين BMW dealership. طبعا شركة TTC هي Thomas Transport Company rent two trucks، استأجرت شاحنتين، and each truck has annual fixed rental cost of $40,000. بيجي بقول لك انه تكاليف استئجار الشاحنتين السنوية كل شاحنة $40,000. كمان بعطيني نقطة معينة بقول لي the maximum annual usage of each truck is 120,000 miles، وبالتالي أقصى طاقة يمكن استخدامها للشاحنة خلال العام بقدر استخدمها لحد 120,000 ميل. In the current year 2017 the predicted combined total fueling of the two trucks is 170,000 miles، وبالتالي كان متوقع بشكل دقيق انه راح استخدام او المسافة راح اقطعها باستخدام الشاحنات هي 170,000 ميل. بالتالي راح نقوم بتفسيرها ونشوف شو تأثير المدى الملائم. وهو إذا بنيجي بننظر عليها بشكل بسيط من خلال الشكل الظاهر عندي، مبدئيا حكينا انه الشركة استأجرت شاحنتين شركة توماس، وبالتالي بدنا نشوف سلوك التكاليف اللي عندي وهو التكاليف الثابتة. طيب نيجي بنقول كالتالي، هسا انا اذا قطعت بولي الحد الاعلى ان اقطع في كل شاحنة 120,000 ميل، وبالتالي الشاحنتين راح اقطع فيه المسافة كم؟ 240,000 ميل، وبالتالي الريليفنت رينج راح يكون بين 120 و 240. لكن اذا انا بحاجة لاقطع مسافة اكثر من 240، اذا بهاي الحالة راح احتاج الى شاحنة ثالثة. وبالتالي اذا بنلاحظ ان التكلفة ماخذ تدرج، بسموها step cost، التكاليف الثابتة، اي بمعنى هي التكاليف المتدرجة اللي بتتغير معي لما يكون في عندي انتاج او كميات او استخدام اكثر من الطاقة المخصصة للمصنع او الالة او المعدات. وهي الفكرة اللي بتصير عندي. فبيجي بقول لي من خلال الشكل طرقنا له shows how annual fixed cost behave at different level of miles of fueling.
بيوضح لي من خلال الشكل التكاليف الثابتة السنوية كيف بيكون سلوكها في عند مختلف مستويات النشاط. هو بيحكي هون المسافة المقطوعة up to 120,000 miles TTC can operate with one truck. هسا إذا الشاحنة أو الشركة إذا كانت المسافة المتوقعة أقل من 120,000 وأقل، وبالتالي هم راح يستأجروا شاحنة واحدة، وبالتالي هم في البيانات كانت متوقعة هم راح يحتاجوا لهم يقطع 170,000 ميل، وبالتالي شاحنة واحدة لا تكفي، وبالتالي راح ألجأ إني أقوم باستئجار شاحنة ثانية. هون بدخل إيش بالريليفنت رينج من 120 إلى 240، وبالتالي أنا بهاي الحالة راح أتكبد تكاليف، بدل ما تكبد تكاليف شاحنة واحدة 40,000 دولار راح أتكبد تكاليف شاحنتين، وبصير عندي تكلفة مضاعفة 80,000 دولار. لكن المدى الملائم اللي بقدر أستخدمه بدون ما أتكبد أي تكلفة إضافية هو 240,000 ميل، المسافة المقطوعة اللي بقدر أقطعها خلال عام. إذا قطعت أكثر من 240,000 ميل، إذا بالحالة راح أحتاج إلى شاحنة ثالثة، وبالتالي التكلفة هترتفع من 80 ل 120. فإذا بنلاحظ أن التكلفة بتأخذ على شكل تدرج مسميها ستيب كوست. فهاي الغاية منها، شفنا كيف سلوك التكاليف ضمن المدى الملائم، هذا فيما يتعلق بها. وهم معطيني أمثلة examples of cost in combination of direct and indirect and variable and fixed cost classification for car manufacturer. هم معطيني أمثلة على التكاليف المتعلقة بالتكاليف المباشرة والغير مباشرة، والتكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة في ومصنع وتصنيفها في شركات تصنيع السيارات. حكينا في محاضراتنا السابقة انه انا في عندي نقطة بسموها assignment cost، اي بمعنى بدي اقوم بتحديد الدايركت والاندايركت. طيب نشوف نمط سلوك التكاليف. بداية حكينا التكاليف تنقسم بشكل عام، عندي شي variable cost و fixed cost، وحكينا direct و indirect. طيب هسا في عندي جزئية الدايركت كوست، الدايركت كوست اللي بحكي عنها هون، في عندي جزئية منها تعتبر ايش؟ جزء في جزء منها variable وفي جزء منها fixed cost. والindirect cost كمان في عندي جزء منها بيتعلق variable ويش بيتعلق منها fixed cost. طيب هسا غرض التكلفة هو عندي دائما ايش؟ هو سيارة BMW cost object BMW XX produced، يعني عدد سيارات المنتجة من موديل XX. طيب شو في عندي تكلفة مباشرة ومتغيرة؟ نيجي على السيارة، لو جينا على السيارة شو في تكاليف مباشرة؟ حكينا التكاليف المباشرة هي التكاليف التي يمكن تتبعها بطريقة ممكن اقتصادية، والإندايركت كوست هي التكاليف التي يمكن تتبعها بطريقة ممكن اقتصادية. وبالتالي وجينا على سبيل المثال الإطارات، بيجي بيقول لي tires used in assembly of automobile، وبالتالي الإطارات هي تكلفة مباشرة يمكن تتبعها بطريقة ممكن اقتصادية. وبالحالة هاي كلما زاد حجم الإنتاج التكلفة بتزداد عند تكلفة متغيرة، لكن نصيب الوحدة الواحدة اللي راح طلع عندي سعر الإطار ثابت. هذا فيما يتعلق في الجزئية الأولى. طيب شو في عندي direct cost لكن تعتبر تكاليف ثابتة؟ مبدئيا غرض التكلفة في عندي في النقاط الأربعة هو سيارة BMW. على سبيل المثال عندي تكاليف مباشرة لكن ثابتة ما بتتغير عندي مع مرور أو حجم الإنتاج. على سبيل المثال رواتب المشرفين اللي بيشرفوا على خط الانتاج لشركة BMW على الموديل XX. هسا بتلاقي في عندك خط عمال بيقوم بتجميع الأجزاء السيارة، وحسميناهم assembly workers بمعنى عمال التجميع، وهذول بصنفهم تكاليف variable cost. لكن أنا في عندي شخص أو أشخاص مشرفين، المشرفين دائما بيكون موجودين في الشركات في حال أن إنتاج أو ما أنتج، هاي تكاليف ثابتة لا يمكن تجنبها، وبالتالي ليست لها علاقة مباشرة مع حجم الانتاج، وبالتالي ما راح تزداد عندي إذا تظل عندي تكلفة هي إيش؟ تكلفة ثابتة. هيك أنا انتهيت فيما يتعلق بالدايركت كوست، لكن أنا صنفتها دايركت لأنه يمكن تتبعها بطريقة مقتصادية. وبنحكي هون إذا انتبهنا إن أنا بحكي عن رواتب المشرفين المتعلقين فقط في إيش؟ في خط التجميع للموديل XX. ما حكيت عن موديلات كثيرة. إذا كان عندي موديلات كثيرة إذا بالحالة هاي عملية صعبة أقدر أقول عنها دايركت، وبالتالي بصنفها إندايركت. بعد ذلك بيجي عندي إندايركت كوست، عندي غرض التكلفة، عندي تكاليف صناعية غير مباشرة، وحكينا هي التكاليف التي لا يمكن تتبعها بطريقة ممكن اقتصادية. بيجي على سبيل المثال
الـ indirect cost، الـ power cost at sparkling plant power usage is metered only to the plant where the multiple products are assembled. هسا تكلفة الطاقة المستخدمة في تصنيع السيارات والمتعلقة في إدارة المصنع، يعني في المصنع بنفسه مصنع الإنتاج، هاي التكلفة فعليا لا يمكن تطبعها بطريقة ممكن اقتصادية. لكن التكلفة على سبيل المثال، أنا أنتجت وحدة سيارة، أنا على سبيل المثال بحاجة إلى 10 كيلو وات، أنتجت سيارتين 20,000 20 كيلو وات وهكذا. إذا بنلاحظ إنه في عندي، لكن عملية تتبعها بطريقة اقتصادية بتكون عملية جدا صعبة، وبالتالي هي التكلفة كل ما زاد حجم الإنتاج بالتالي التكلفة بتزيد. إذا لكن عملية تتبعها بتكون جدا صعبة، وبالإضافة إلى علاقة في غرض التكلفة. دائما لما أجي أصنف التكاليف، هل لها علاقة مباشرة في غرض التكلفة أم لا؟ إذا هاي النقطة تحدثنا عنها. بعد ذلك وهي عندي indirect cost لكن fixed. على سبيل المثال شو عندي تكاليف ثابتة indirect، تكاليف غير مباشرة؟ عندي على سبيل المثال إيجار المصنع، عندي إيجار المصنع لكل المصنع where multiple products are produced. إذا هون في عندي إيجار مصنع، لكن إذا بننتبه على نقطة معينة إنه المصنع لأكثر من منتج، فبيجيبوا لي multiple products، وبالحالة هاي هو عملية تتبعها تكون جدا صعبة. لو افترضنا كان عندي إيجار المصنع لكن إيجار المصنع منتج موديل واحد، راح أصنفه على أساس إنه direct cost لكن fixed. لكن هون أنا عندي fixed cost لكن عملية تتبعها جدا صعبة، لأنه أنا عندي أكثر من منتج بقوم بإنتاجه، فبصنفها indirect cost as a fixed cost. بعد ذلك راح نتحدث الآن عن relationship between types of cost، العلاقات بين أنواع التكاليف. We have introduced two major classification of cost: direct and indirect, and variable and fixed. Cost may simultaneously by as follows. فمبدئيا بقولي إحنا قم بتحريف أو بتعديل وتعريف التكاليف، تصنيفاتها مباشرة وغير مباشرة، وتكاليف ثابتة ومتغيرة، فرح نيجي عليها الآن. فبيجي أخذنا direct and variable، direct and fixed، indirect and variable، and indirect and fixed، ووضحناها من خلال الشكل اللي ظاهر عندي واللي كان هو 2 إلى 5. الآن راح نتحدث عن total cost and unit cost، إجمالي التكاليف وتكلفة الوحدة الواحدة. فلما يجي نحكي إجمالي التكاليف وتكلفة الوحدة الواحدة، بداية راح نيجي نسأل ونشوف الأسئلة المتعلقة بها. The preceding section concentrate on the behavior patterns of total cost in relation to activity or volume level. But what about unit cost? تحدثنا قبل قليل في محاضراتنا السابقة، حكينا عن إجمالي التكاليف، تحدثنا بشكل بسيط فيما يتعلق بتكلفة الوحدة الواحدة، لكن راح نجيها اليوم في محاضرتنا بشكل تفصيلي. فما يجي يحكي عن تكلفة الوحدة الواحدة أو التكاليف للوحدة، a unit cost also called an average cost، يعني تكلفة الوحدة الواحدة بسموها تكلفة المتوسط أو المعدل، بمعنى أنا بطلع الأفريج حتى أقول لك إيش تكلفة الوحدة الواحدة، وعملية احتسابها جدا بسيطة من خلال calculated by dividing the total cost by the related number of units produced. أي بمعنى إن أنا إيش dividing إجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتجة. على سبيل المثال أنا تكبت سيارات تكاليف أجور مواد وكذا بالكامل بقيمة 1,000,000 دينار، وقمت بإنتاج 100 سيارة. إذا بالحالة هاي بقسم بشكل بسيط، منقول 1,000,000 سيارة أو 1,000,000 دولار عندي كتكلفة، بقسمها على سبيل المثال 1,000 سيارة، بالحالة هتطلع عندي تكلفة السيارة على سبيل المثال 1,000. أو على سبيل المثال نقدر نأخذ مثال بسيط، شركة قامت بإنتاج بعض المواد، وعلى سبيل المثال خلينا نحكي عن أجهزة الحاسوب، كل جهاز حاسوب في المحصلة الشركة تكبدت مبلغ قيمته 10,000,000 دولار، وفي المحصلة قامت بإنتاج 10,000 جهاز أو خلينا نقول 1,000 جهاز، وبالتالي راح يكون نصيب كل جهاز حاسوب 10,000 دولار بشكل بسيط.
إذن فهي الآلية إن بقوم أنا باحتسابها من خلال قسمة إجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتجة. In many decision context, calculating unit cost is essential. عملية احتساب تكلفة الوحدة الواحدة ضرورية. Consider the booking agent who has to make the decision to book Paul McCartney to play at Shea Stadium. She estimated the cost of the event to be $4 million. This knowledge is helpful for decision, but it's not enough. بيجي بقول على سبيل المثال، في عنا مثال، خذ بعين الاعتبار عملية إنه في عندي جهة بتقوم بحجز مكان، على سبيل المثال هون إيش to play Shea Stadium، على سبيل المثال بتحجز مكان عشان decision to book Paul McCartney، وبالحالة هاي بدي أحجز هذا الاستوديو أو الاستوديوم أو الملعب لحتى أقوم بحفلة معينة، وبالتالي تكاليف المتوقع رح تكون عندي $4 million. وبالتالي هاي المعلومات رح تكون مهمة لكنها غير كافية. هسا أنا طلعت احتسبت أو قدرت إنه التكاليف رح تكون $4 million. طب أنا شخصياً شو بهمني بينها؟ بقولك before reaching a decision, the booking agent يعني الوكيل اللي بيقوم بعملية الحجز also must predict the number of people who will attend. كمان دائما الشركات حتى على سبيل المثال لما تقوم الشركات أو الوكالات أو الجهات بتقوم على سبيل المثال بعمل حفلات كبيرة جدا، بالتالي هم بركزوا على نقطة معينة قديش الأشخاص اللي راح يجوا عندي. يعني على سبيل المثال إذا كان الاستوديوم أو الملعب بس على سبيل المثال 10,000، إذا بدي أخذ على سبيل المثال إنه هل راح يجي عندي 10,000 شخص أم لا، لأنه كل ما زاد عدد الأشخاص للحضور إذا في عندي إمكانية نصيب التكلفة الوحدة الواحدة راح تقل. أي بمعنى بدل ما أقوم على سبيل المثال بتوزيع الأربع مليون دولار هي كتكاليف، بدل ما وزعهن على سبيل المثال على 1000 تذكرة بوزعهن على 2000 أو 3000. فعشان دائما هيك بيهتموا بحاولوا يتوقعوا ويتنبؤوا بعدد الأشخاص اللي راح يحضروا هاي الحفلة، وبالتالي بدون معرفة ولك without knowing the number of attendants she cannot make an informed decision about the admission price she needs to charge to recover the cost of the event or even in whether to have the event at all. وبالتالي إذا كانت ما عندها معرفة بعد الأشخاص اللي بيحضروا فبالحالة ما تقدر تسعر بطاقة الدخول أو الحضور، وبالتالي كيف بدها تعرف إنه عدد الأشخاص وكديش تسعير البطاقة عشان تقدر ترجع رأس مالها. وبالتالي so she computes the unit cost of the event by dividing the total cost. إذا بالحالة هاي بدها تحتسب تكلفة التذكرة عليها من خلال قسمة إجمالي التكاليف على الأشخاص المتوقع اللي هيجوا يحضروا by expected number of people who will attend. ولك if 50,000 people attend the unit cost is $8. لنفترض انه راح يجي عندي 50,000 شخص، اذا بقول كالتالي اجمالي التكاليف هي 4 مليون بقسمها على 50,000 شخص، وبالتالي بقدر اقول انه تكلفة التذكرة عندي هي $80. هاي التكلفة انا بحط عليها مارجن ببيعها على سبيل المثال $90 أو $100 per person. طيب في حال انه اجا مش 50,000 كان متوقعين انه 20,000، طيب شو راح تأثر عندي؟ بالحالة هاي سعر التذكرة هيرتفع عندي من $80 لـ$200 كتكلفة، وبالتالي ليش؟ لأنه عدد الأشخاص اللي راح يجوا على هاي الحفلة هم فقط 20,000 شخص، وبالتالي راح تكون عملية تسعير التذكرة جدا عملية جدا مهمة عشان أقدر أعرف قديش لازم أبيعها، وبالتالي إجمالي التكلفة قيمة غير كافية، أنا بحاجة إلى إجمالي التكاليف وعلى سبيل المثال number of units manufactured نقدر نسميها أو عدد الأشخاص اللي حابين يحضروا the number of people will be attend. طيب accounting system typically report both total cost amounts and average cost per unit amounts. الأنظمة المحاسبية عادة بتقوم بعملية الإبلاغ عن إجمالي التكاليف total cost amounts وبالإضافة تكلفة الوحدة الواحدة. The unit may be expressed in various way. وعملية إنه الوحدات يمكن اعتمادها أو يمكن احتسابها بطرق مختلفة. Example: Are automobiles assembled package delivered in hours work? Consider tenses: products
a manufacturer of speaker system with a plant in Memphis, support that in 2017 is the first year of operation, the company incurs $40 million of manufacturing costs to produce 500,000 speaker system. Then the unit cost is $8. طيب حتى نقدر نحكي هذا الموضوع نفترض انه في عندي شركة تنسس بتقوم بإنتاج سماعات أنظمة إيش السماعات أو أنظمة الصوت في مصنع موجود في إيش في منفس. نفترض إنه في عام 2017 هي كانت أول سنة تشغيلية يعني المصنع بعده جديد وتكبدوا في تلك الفترة $40 million تكلفة تصنيعية بالتالي تكبدوا $40 million لحتى يقوم بإنتاج كم من سماعة أو نظام صوتي 500,000 وبالتالي هون صارت عندي عدد الوحدات المنتجة وعندي هون $40 million هي إجمالي التكاليف إذا تكبتها وهاي النقطة اللي بحب ركز عليها آلية احتساب تكلفة الوحدة الواحدة من خلال كالتالي التوتال مانيفاكتشرينج كوست هي $40 million على النمبر اوف يونتس مانيفاكتشر على عدد الوحدات المنتجة إذا $40 million إجمالي التكاليف على عدد الوحدات 500,000 إذا تكلفة الوحدة الواحدة كأنظمة صوتية عندي هو $80. طيب إذا قمنا الآلية كيف تهمني كمان تكلفة الوحدة الواحدة لو افترضنا أنه إحنا بعنا if 480,000 units are sold and 20,000 units remain in ending inventory لنفترض أنه في عندي 480,000 وحدة تم بيعها و 20,000 وحدة ظلت في الإيش مخزون آخر المدة وبالتالي the unit cost concept Hills manager determine total cost in the income statement and balance sheet and therefore the financial result Tennessee's products report to shareholders, banks and the government. وبالتالي احنا قمنا بانتاج 500,000 سماعة لنفترض انه خلال العام انه الشركة باعت من 500,000 سماعة باعت 480 وبالتالي راح يكون عندي يظل عندي في المخازن اخر مدة راح يظل عندي 20,000 وحدة طيب بالحالة هاي أنا عندي هاي القيم طيب هاي القيم شو بتساعدني بالحالة هاي بعرف قديش تكلفة البضاعة المباعة وبطلع عندي تكلفة المخزون وإجمالي التكاليف طيب كيف نطلعها مين يقول كالتالي هسا تكلفة البضاعة المباعة كم من وحدة أنا بعت مين يقول cost of goods sold in the income statement أنا فعليا بعت 480 إذا تكلفة البضاعة اللي بعتها هي عبارة عن 480,000 وحدة بسعر التكلفة وهو $80 إذا 480,000 وحدة مضروبة في $80 إذا تكلفة البضاعة اللي بعتها أنا تكلفتها علي $38,400,000 طيب أنا بعت 480 من أصل 500 الحالة هذول عندي قداش في المخازن 20,000 طيب تكلفة مخزون آخر المدة هو 20,000 مضروبة في سعر الوحدة الواحد وهو $80 إذا ending inventory in the balance sheet كونه هذا بيظهر وين مخزون آخر المدة بيظهر في قائمة المركز المالي وتكلفة البضاعة المباعة بتظهر في قائمة الدخل وبالتالي عندي 20,000 وحدة مضروبة في $80 بعطيني $1,600,000 وبالتالي أنا بقدر أصل للtotal manufacturing cost of 500,000 units وبالتالي إجمالي التكلفة التصنيعية ل500,000 وحدة هو عبارة عن the cost of goods sold in the income statement plus ending inventory in balance sheet 38,400,000 زائد 1,600,000 بالحالة هاي بصل ل 40 مليون اللي الظاهرة عندي كانت في السؤال Unit costs are found in all areas of the value chain For example ولك حسب مثال تكلفة الوحدة أو تكاليف الوحدة موجودة في كل أماكن المتعلقة في سلسلة القيمة فعلى سبيل المثال The unit cost of a product design Sales visit and customer service call by summoning unit cost throughout the value chain. Manager calculate the unit cost of the different products or services they deliver and determine the profitability of each product or service. وبالتالي عندي سلسلة القيمة بسموها value chain. هون نحكي عن إيش؟ إنه تكلفة الوحدة للمنتجات وتصميمها والsales visit يعني المبيعات المتعلقة فيها. بالإضافة لخدمة العملاء كلياتها تعتبر إيش تكون سلسلة قيمة للشركة وبالتالي بيتم المدراء في هذا الموضوع بشكل كبير وبالتالي بيجيبوا لك النقطة المهمة manager use
this information, for example, to decide the products in which they should invest more resources, such as research and development and marketing and the price they should charge. وبالتالي المدراء بيهتموا في هاي المعلومات على سبيل المثال حتى يقرروا أي المنتجات يجب أن استثمر فيها بشكل أكبر, استثمر فيها موارد بشكل أكبر على سبيل المثال البحث والتطوير والتسويق, وبالتالي بيقدر يعرفوا القيمة لازم يدفعوها حتى يساهموا في هاي القطاعات. طيب رح نيجي الآن نتحدث عن use unit cost costly, استخدام الوحدة أو تكاليف الوحدة بحذر. طيب all the unit costs are regularly used in financial reports. بداية أيضا بيجيبوا لك تكلفة الوحدة أو تكاليف الوحدة غالبا أو بشكل مستمر بتستخدم في التقارير المالية for making a product mix and pricing decision, والغاية منها إيش؟ حتى يقوم يكون عندي منتجات مشتركة أو منتج مشترك بالإضافة لقرارات التسعية. ما دائما المدراء manager should think in terms of total cost rather than unit cost for many decisions. فالسؤال بنطرح هون كالتالي, بقول لك المدراء يجب أن يفكروا في مصطلح إجمالي التكاليف بدلا من التفكير في تكلفة الوحدة الواحدة لغاية اتخاذ القرار. والغاية من ذلك ليش؟ رح نيجي عليه كلام. بقول لك consider, افترض أو اعتبر the manager of the Memphis plant of Tennessee's products assume that 40 million US dollar in cost in 2017 consists of 10 million of fixed cost and 30 million of variable cost. At 60 variable cost per speaker system produced. وبالتالي بقول لك افترض انه هون لما كنا نحكي عن المصنع اللي بيقوم بتصنيع الأنظمة الصوت انه اتكبد هو 40 مليون, لكن ال 40 مليون دولار هي عبارة عن 10 مليون دولار هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن تكاليف ثابتة, والمبلغ المتبقي وهو 30 مليون هو عبارة عن تكاليف متغيرة. وبالتالي هاي التكلفة المتغيرة كيف طلعت عندي؟ هون 60 دولار هي عبارة عن إجمالي التكاليف المتغيرة على عدد الوحدات المنتجة. إذا 30 مليون على 500 ألف سماعة تطلع عندي 60 دولار إذا التكلفة المتغيرة. وبالتالي بقول لك افترض suppose the total fixed cost and the variable cost per speaker system in 2018 are expected to be unchanged. بقول لك افترض أن إجمالي التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة الوحدة في عام 2018 راح تظلها زي ما هي بدون أي تغيير مقارنة في عام 2017. The budget cost for 2018 at different production level. فبيجي بقول لي التكاليف المقدرة لعام 2018 تختلف بناء على مستويات حجم النشاط. مطلوب كالتالي calculate in the basis أو محتسبة على أساس إجمال التكاليف المتغيرة وإجمال التكاليف الثابتة وإجمال التكاليف. طيب نيجي بنشوف شو التأثير راح يصير عندي. مبدئيا أنا إذا أنتجت كيونت بروديوست أنتج على سبيل المثال 100 ألف سماعة, إذا بالحالة هاي 100 ألف سماعة راح تكبدن تكاليف متغيرة. التكلفة المتغيرة الوحدة الواحدة قديش كانت عندي؟ 60 دولار. وبالتالي إذا بضرب عدد الوحدات يونت بروديوست مضروبة multiply with variable cost per unit, إذا 100 ألف ضرب 60 راح يكون عندي قديش؟ 6 مليون. بعد ذلك عندي تكاليف متغيرة 6 مليون, لكن التكاليف الثابتة راح تظل زي ما هي, كان التكاليف الثابتة ما راح تغير عندي واللي كانت قيمتها 10 مليون دولار. وبالتالي إجمالي التكاليف شو راح يكون عندي؟ التوتال كوست هي عبارة عن التوتال فاريبل كوست بالإضافة توتال فيكس كوست. 6 مليون زائد 10 مليون بعطيني 16 مليون. بعد ذلك لو سألنا أنا تكبدت تكاليف 16 مليون حتى أنتج كم الوحدة؟ أنتج 100 ألف وحدة. وبالتالي لو سألت قديش كفت الوحدة الواحدة راح نقول بشكل بسيط حكينا هي إجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتجة. إجمالي التكاليف 16 مليون على 100 ألف بعطيني 160 دولار. إذا التكلفة الوحدة الواحدة من أنظمة الصوت هي نحكي عن سبيكر سيستم راح نلاقي عندي إيش؟ أنه يكلفني 160 دولار عند إنتاج 100 ألف وحدة. طيب لو رحنا بعد ذلك وشفنا التأثير إذا قمنا بدل إنتاج 100 ألف
أنتجنا 200,000 سماعة. حكينا أو تكلفة الوحدة الواحدة ما حتغير عندي $60، إذا 200,000 مضروبة في $60 راح يعطيني القيمة إجمالي التكاليف المتغيرة 12 مليون دولار. بنضيف على التكاليف المتغيرة التكاليف الثابتة لأنها ما راح تتغير معاي، زائد 10 مليون، فراح يعطيني 22 مليون دولار. وبالتالي لو سألنا قديش تكلفة الوحدة الواحد عند هذا مستوى النشاط وهو 200,000، بقول إجمالي التكاليف التوتال كوست 22 مليون على 200,000 وحدة، وبالتالي بيطلع عندي القيمة 110 دولار. وإذا بنلاحظ إنه القيمة قاعدة إيش؟ بتنخفض تكلفة الوحدة الواحدة. ليش؟ لأنه التكاليف الثابتة قاعدة هي ثابتة، لكن نصيب الوحدة الواحدة قاعدة مختلفة. هون 10 مليون وزعتن على إيش؟ وزعتن على 100,000، لكن هون 10 مليون ما وزعتن على 100,000، وزعتن على 200,000، وهكذا. لو رحنا على سبيل المثال عند آخر نقطة، وهي إذا قمت بإنتاج 1,000,000 وحدة، شو راح يصير عندي؟ راح نقول كالتالي، إنه أنا 1,000,000 وحدة، كل وحدة واحد بتكلفني تكلفة متغيرة $60، إذا 1,000,000 ضرب 60 60 مليون، زائد إيش؟ الفيكس كوست، واللي كانت عندي 10 مليون دولار، وبالتالي 60 مليون زائد 10 مليون بصل لإجمالي التكاليف اللي كانت 70 مليون. بعد ذلك بدي أقوم باحتساب تكلفة الوحدة الواحدة، بقول 70 مليون على 1,000,000 سماعة، بالحالة هاي نصيب الوحدة الواحدة كان $70. إذا بنلاحظ إيش؟ إذا أنا ضمن المدى الملائم للشركة، كل ما زاد حجم الإنتاج من التكاليف الثابتة تكلفة الوحدة الواحدة، كل زاد حجم الإنتاج مع ثبات التكاليف الثابتة راح يكون عندي نصيب الوحدة الواحدة راح يقل مع الزمن. هاي الفكرة منها. فعشان هيك دائما الشركات ما عندها مشكلة بالتكاليف المتغيرة، عندها دائما مشكلة بالتكاليف الثابتة في عملية تخصيصها أو في الكميات اللي يجب إنتاجها لحتى أقوم بتوزيع أو بتخصيص هاي التكاليف. وبالتالي المدراء بيهتموا في الأرقام الإجمالية لحتى يقوموا في عملية اتخاذ القرارات بشكل سريع. هذا فيما يتعلق في محاضرتنا لهذا اليوم. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن Business Sectors, Types of Inventory, Invertible Cost and Period Cost. إذن راح نتحدث عن قطاع أو شركات الأعمال، راح نيجي على شو تعرف على الشركات، الشركات الصناعية والشركات الخدمية والشركات التجارية، بالإضافة نتعرف على أنواع المخزون، وبالإضافة نتعرف على التكاليف القابلة للتخزين وتكاليف الفترة. إذن إلى هنا تنتهي محاضرتنا. شكرا لكم على حسن المشاهدة.